آخر خبر معانا النهاردة عن أسود الأطلس. منتخب المغرب بعد المسيرة الأسطورية والتاريخية ليهم وصلوا لنصف نهائي كأس العالم، وهيلعبوا النهاردة قدام بطل النسخة اللي فاتت والمرشح الأقوى للبطولة السنة دي فرنسا. أكيد أملنا كلنا كجماهير عربية إن احنا معاهم علشان يحققوا إنجاز أسطوري جديد لينا، خصوصا وانهم كتبوا اساميهم بحروف من ذهب في سجلات كاس العالم بعد ما اصبحوا اول فريق عربي وافريقي يوصل للدور قبل النهائي في المونديال بمسيره هتفضل محفوره في عقول وقلوب كل محبي الساحره المستديره في الوطن العربي والقاره السمراء.